نسألك توبة قبل الموت وهداية قبل الموت وجنة بعد الموت، جنة بعد الموت برحمتك يا رب العالمين. ما سهمك في الخوف، وما سهمك في الرجاء، وما سهمك في الصبر، وما سهمك في الشكر، ما سهمك في الذكر والدعاء والاستغفار، كيف أنت والإخلاص؟ ما القدر الذي ضربت به نفسك من خصال النفاق؟ كيف علاقتك بخالقك عموما؟ وما نوع علاقتك بالمخلوقين جميعا؟ إلى غير ذلك من خصال الخير وما أكثرها. واعلم أنك بهذه الأعمال الخيرة تتقرب إلى مولاك وتشكر أنعمه عليك. وهل تعلم أن بك 360 مفصلة كلها معينة لله في الحركة والعمل؟ فلو ألمك واحد منها لضاقت بك الدنيا على سعتها. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عونا أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمسي يومئذ قد زحزح نفسه عن النار، زاد غيره أو علم خيرا أو تعلم. وفي رواية أخرى عند مسلم وغيره في حديث السلامة: ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. ألا ما أعظم فضل الله وما أيسر الطاعة لمن وفقه ربه وهداه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصديق رضي الله عنه نموذج للمسارعة، فانظر في مسارعته وانظر في عظم الجزاء له ولمن شاكله. فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. هل يصعب عليك عمل هذه الأعمال الأربعة مجتمعة في يوم؟ وهل تحاول ممارستها مجتمعة ولو حين مبتغيا بذلك الأجر؟ وهل يشق عليك ممارسة الذكر وهو من أسهل العبادات وأعظمها أجرا؟ وما أعظم ركعتين فركعهما من الضحى ويكفيانك شكر المقاصد كلها. يا أخ الإيمان، وإذا أقدرك الله على شيء من هذا فاشكره أولا، إذ هداك ووفقك، ثم اسأله القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. وإياك أن تمن على الله بطاعتك، فقد قيل لمن قبلك: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واسأل ربك الثبات حتى الممات. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ومن دعا من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هذا وصلوا وسلموا على من
الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأئمة النجبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة والقرابة والتابعين وعنا معهم بعفوك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود واحمه اللهم من كيدهم ومكرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وفساد واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤمن